واحدة من أقدم مدن العالم ومركز محافظة نينوى العراقية، غنية بتنوع ناسها وتاريخها وتراثها وثقافتها. لطالما وصلت الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، فشكلت منذ تاريخ نشأتها في العصر ما قبل الحجري موقعاً استراتيجياً مهماً سياسياً وتجارياً. إنها الموصل، مدينة عتيقة ممتدة جذورها حتى بلاد أشور التي أرخ التاريخ بهم أول حضارات المدينة، التي تحولت متحفاً مفتوحاً على آثار أشور والتاريخ العربي والإسلامي وحضارات كثيرة. وحين كانت عاصمة للدولة الزنكية حازت إرثاً إسلامياً شكل رمزها ومرتكزها، المنارة الحدباء والجامعة النورية الكبير. بين أعوام 2014 و 2017 اجتاحها داعش، عاث فيها فساداً وتدميراً، محاولاً قتل روحها وتعايش أهلها ومسح تاريخها وإرثها. فجر المنارة، دمر الجامع النوري الكبير بعد أن استغله لضرب روح التعايش، كما دمر كنائس ودور عبادة أثرية للمسيحيين والمسلمين على حد سواء. بعد دحر داعش في معارك ضارية، احتضنت منظمة اليونسكو بدعم مادي من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 50 مليون دولار مشروع إحياء روح الموصل. سيقوم هذا المشروع بإعادة إعمار الجامع النوري الكبير والمنارة الحدباء رمز المدينة وكنيسة الطاهرة الكبرى وكنيسة الساعة، كلها دور عبادة أثرية تشكل نسيج الروح الموصلية. وتساهم في الإشراف على تنفيذ المشروع جهات رسمية عراقية عديدة، من بينها دائرة الأوقاف بالمدينة. مبادرة رائعة جدا قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة كجهة ممولة مذكورة طبعا، ونشكر بذلك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكذلك الدكتورة نورة الكعبي وزيرة الثقافة والمعرفة الإماراتية، قاموا بتمويل هذا المشروع. ليس هذا المشروع فقط، وإنما جامع النوري وكنيسة الساعة أثرية قديمة، كنيسة الطاهرة أيضا أثرية قديمة، قاموا بتمويلها وبتنفيذ من منظمة اليونسكو العالمية التي بذلت جهود كبيرة في تأمين، أو أهم نقطة كانت تأمين الجامع، تأمين الجامع، موقع الجامع من آثار المخلفات الحربية. طبعا احنا وجدنا بالجامع ما يقارب 20 عبوة ناسفة بالجامع، وقام الجيش العراقي في الموصل فرقة 16 قام بتنظيف الموقع ومعالجة الألغام وخاصة في المسجد. برأيك بناء الجامع والكنائس هذا يشجع على روح التعايش داخل أكيد المسجد. أكيد يعني هسه انت مثل ما تلاحظين انت حضرتك انه هذا الجامع، جامع النوري الكبير او الجامع الكبير سابقا يسموه، بنص 8 كنائس، يعني حوالي 8 كنائس. وهاي المنطقه بالذات الموصل القديمه يعني نص كانوا تقريبا هم من الطائفه المسيحيه، وكانوا كتعايش وتقارب، والمسيحيين ايضا لهم فضل في البناء، بهم فنيين، بهم عمال مهره، وبهم يعني شاركوا بناء الموصل القديمه، فكنا متعايشين سوا، يعني ما عندنا اي اشكال. اشنو الرسالة اللي ممكن توصلها؟ الرسالة اولا تاخذ عدة مجالات، اول شيء رسالة الشكر الى الامارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، لانه هم اللي مولوا المشروع. وثاني رسالة هي انه نثبت للعالم وللمتطرفين انه هذا الجامع اللي دمرته، الرمز التاريخي الحضاري الاثري، انه هذا اهل الموصل بمساعدة اليونسكو وبمساعدة دولة الإمارات المتحدة أعادوا بناء هذا الرمز التاريخي وهويتهم.
احنا بالنسبه لنا كاهل اهل المدينه نعتز بهذا المشروع. يعني احنا فينا ايام حتى ايام الجمعه نداوم، لانهم محددين احنا بجدول معين ومده معينه. ايام البرد والمطر والثلج بالموصل هذا الشتاء الفات احنا كنا مستمرين بالعمل وبروح قويه جدا. مهمتنا الاساسيه اعاده هذا الجام، هذا الرمز، يعني هذا الرمز. طبعا احنا نشتغل انا اتحدث كممثل ديوان الوقف السني، احنا عندنا كثير جهات ساعدتنا دعمتنا، يعني خاصه الحكومه المحليه، السيد المحافظ، السيد القائم مقام، السيد قائد الشرطه، السيد قائد العمليات، مدراء الدوائر المعنيه بالموضوع، الخدميه، كلها كانت داعمه لنا في انجاز هذا المشروع، اضافه الى انه الايدي العامله الموجوده بالمشروع كلها من اهل الموصل ومن المدينه القديمه بالذات. الايدي العامله اللي شغل، يعني احنا شغلنا ما يقارب اكثر من 400 عامل. كل من اهالي مدينه الموصل؟ كل من 80% منهم من المدينه القديمه. طبعا. عدا طبعا المهره مثلا النجارين او الحدادين او كذا، هذول يعني هم من الموصل بس من يعني خارج المنطقه القديمه. شوف انت ساعة المكان اللي احنا فيه، التدعيم هذا 85 طن خشب استيراد جابوه من برا، طولنا بيه 4 أشهر. هذا طبعا اخذ مننا جهد ووقت ومادة ايضا. هذا الموقع فقط، هذا الموقع وجدنا بيه 20 عبوة، 20 عبوة ناسفة. هذه اثار عبوة بعبوة بعبوة، وهذه كانت كلها مزروعة عبوات. الحمد لله والشكر اللي كشفناها في وقت وخلصنا العمال والأيدي العامة والمهندسين والجميع خلصناهم من هاي الكارثة الحمد لله. أستاذ ماهر، أنت إيش يعني لك جامع النوري لك أنت كشخصك؟ كرامتي شخصيا، كشخصي كرامة، كرامتنا في هذا الجامع، ولهذا احنا نسعى جاهدين لإعادة هذا الجامع طبعا بمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونسكو. وأنا أعتبر أنه وجودي في هذا الجامع يوميا هو ترك بصمة، ترك بصمة لأولادي لأحفادي مستقبلا، أنه كان أبونا أو جدنا من اللي أعادوا، يعني من اللي كانوا موجودين ضمن الفريق اللي أعاد إعمار هذا الرمز الحضاري لمدينة الموصل. وقلت لك احنا يعني خلصنا المرحلة الأولى مدة العقد هي 5 سنوات، مضت عليها سنة ونص تقريبا، 4 أشهر متروكة مال كورونا. أنجزنا المرحلة الأولى وإن شاء الله بس تفرج الأمور مال وباء كورونا راح نستمر بالعمل. أنجزنا تقريبا 25% من العمل الحمد لله بهدوء وبدقة. جهود كبيرة تبذل في إحياء روح الموصل وبأيد عراقية محلية، خبراء في الآثار وحرفيون ومهندسون وعمال من الموصل أو محافظة نينوى، ما وفر فرص عمل كبيرة للسكان المحليين. لكن هؤلاء يعملون بكل الحب لأجل ما تمثله الموصل في وجدانهم. من بين هؤلاء أفراد لجنة العمل الآثاري من مفتشية آثار وتراث نينوى. احنا بالبدايه اشتغلنا مع فرق الجهد الهندسي، زدنا كل الانقاض وبدينا عزلناها. كان عندنا هم عمال وهم من جماعه الاثار وموظفين معانا، فاشتغلنا كله شغل يدوي، الاليات تشتغل واحنا نعزل القطع، خليناها هون بالساحه بشكل مؤقت. بعدين بدينا الفرز المبدئي، هسه هذا تشينه، هذا فرز نهائي، ولكن احنا اشتغلنا فرز مبدئي بالبداية، صارت اكوام لحد ما خلص الجهد الهندسي، خلصت الانقاض، بدينا نشتغل بشكل دقيق، لان احنا ما ملتزمين بوقت، من شغلة عمرها 850 سنة، فلازم واحد يتأنى بيها ويشتغل بشكل دقيق. هاي مثلا قطع الفرش الموصل لي كانت موجودة بالجدران، كلها تم عزلها من الانقاض اللي كانت موجودة بالجامع، بينما الطابوق
الطابوق تم عزله من الانقاض مال منارة الحدباء. كانت اكوام من الطابوق كله فرج يدوي، نقل يدوي بشكل مؤقت بالساحة، من ثم يعني دخلناها ضمن قاعدة بيانات وفرج دقيق مع تنظيف وعلى هاي الأدوات البسيطة اللي يستخدموها، هاي أدوات التنظيف الرئيسية اللي استخدمناها. طابوق، احنا عانينا من الطابوق، فما كان كله نفس الإنتاج، ما نفس القياسات، ما نفس الشكل. فتم هسه راح نشوفه بالمخزن الجملون انه كل قطعة لها قياسات موحدة. هاي القطعة مكسرة بقيناها بالساحة، والباقي هاي راح عندنا فكرة انه ترميمها، نشوف حتى من ان شاء الله من نرجع نبني المنارة نرجع نستخدمها بمكانها. المنارة الحدباء هي الأم التي يحيط بها المواطنين، وهي بؤرة نشوء مدينة الموصل القديمة. بنيت منارة الحدباء عام 1172 ميلادية بزمن نور الدين زنكي، ارتفاعها 54 متر، تحتوي على 7 أنطقة و7 أفاريز، كل نطاق يحمل نقوش مغايرة للنطاق الآخر. يعكس هذا النقش تاريخ وأصالة العمارة في مدينة الموصل القديمة. اشتملت النقوش على زخارف نباتية وزخارف هندسية كانت تحاكي طبيعة المناطق الموصل. حسب ما معروف أن الموصل كانت محاليل، كل محلة بها نموذج بنائي مغاير للآخر. تم بناء المنارة الحدباء من الطابوق المبخور، كان بناء بسيط جدا ولكن ذات قيمة معنوية أولا، وتعكس براعة المعمار الموصلي على بناء منارة بهذا الارتفاع وبهذه الدقة، حيث كانت نقوشها كذلك متكونة من الطابوق. راح نلاحظ بالمخزن انه شلون كل نقش كان شلون يعمل الطابوق وشلون كان يصفط حتى نحصل على النتيجة النهائية اللي يمكن مشاهدتها من المنارة اللي حاليا الزخارف. المصلى الجامع هذا ثاني جامع بني بالموصل. اهتم المعماريون ونور الدين زكي أراد أن يظهر أنه جامع كبير جدا يستوعب أعداد المصلين وكذلك القيمة المعنوية للجامع، حيث استخدم الفرش الموصلي بالأعمدة وكذلك المحاريب والمنبر. النقش على الحجر هو متعارف في مدينة الموصل منذ زمن الآشوريين ولحد الآن. كان لسهولة الحصول على المادة الأولية وكذلك براعة النقارين في إنشاء النقوش والزخارف. استخدم كذلك الفرش في إنشاء الأقواس، حيث بين عمود وعمود هناك قوس، وكل عمود يحمل قوس قوسين أو 4 أقواس كلها من حجارة الفرش. تم إزالة هذه النقوش من بين الأنقاض وفرزها وعزلها ضمن قياسات موحدة وأشكال موحدة لحين استخدامها في وقت لاحق عند إعادة البناء. مدة المشروع 5 سنوات، يفترض أن ينتهي بها العمل الذي أنجز منه حتى الآن 25%، أي المرحلة الأولى، وهي من أصعب مراحل المشروع. فإلى جانب رفع الأنقاض والمفخخات من عين المكان، هناك جهد كبير في تصنيف وترقيم أعمدة الجامع النوري وحجارته والطابوق المستخدم بالمنارة الحدباء، وكذلك الحال فيما يختص بباقي أبنية المشروع، أي كنيسة الطاهرة الكبرى وكنيسة الساعة. ويعمد أفراد لجنة العمل الأثري على اتباع معايير دقيقة تهدف إلى إصلاح الأضرار التي حدثت في عمليات ترميم سابقة طالت الجامع النوري تحديدا. بالنسبة للأقواس وللأعمدة، بعد ما كانت متداخلة بين الأنقاض تم فرزها ونقلها من مكانها اللي كانت مبعثرة بيه بداخل الأنقاض، بدينا بنقلها إلى هاي الساحة.
بالمرحلة الأولى بدينا تنظيفها، تصنيفها وترقيمها، ونشوف القطع التالفة والمفقودة بيها. بدينا بترقيمها كل واحدة حسب الحجم وحسب السمك مالتها. فبعد ما كملنا هاي المرحلة راح تدخل مرحلة صيانة. بعد مرحلة الصيانة راح ترجع إلى موقعها الأصلي من البناء. بالنسبة للأعمدة، الأعمدة كل عمود مشكل تقريبا من أكو 14 قطعة وأكو من 22 قطعة. فبعد أن جمعناها ورقمناهم، احنا رقمناهم بالمناسبة بموقعهم اللي كانوا بيه مبعترين، فعندنا أعمدة قائمة هم عددهم 40 عمود، المفقودين من عندهم 25 والقائمين 15. فال 25 ما كانوا بشكل متكامل أو مكانهم الأصلي، كانوا من أثر التفجير مبعثرين كل قطعة بواحد. فقارناهم بالأعمدة اللي قائمة حسب ارتفاع كل قطعة وسمكها ونوع والنقشة اللي مرسومة عليها، وأكو آيات قرآنية كل آية مكملة للثانية بالعمود الثاني والعمود الثالث والرابع كذلك إلى أن نصل العمود 25. فقمنا بتجميعها وترتيبها حسب ما كانت موجودة مكانها الأصلي، وإن شاء الله بعد الصيانة راح نرجعها. دخلناها ضمن جدول، صنفناها ورقمناها وشفنا كم عمود بأضرار وأجزاء مفقودة من عنده، وإن شاء الله نعوضها. مثل ما تشاهدون الأعمدة كل عمود عليه رقم وعليه رمز بالاتجاهات اللي هو موجود بها، إذا شرقي أو غربي أو شمالي أو جنوبي. فمجموع الأعمدة اللي موجودة بالجنوبي 10 أعمدة، بالشرقية 3 أعمدة، بالغربي 3 أعمدة، الشمالي 4، الوسطية الموجودة تقريبا هم 4. فيكمل العدد إن شاء الله، ومثل ما تشاهدون الترقيم اللي موجود عليها والتصنيف اللي صنفناها، وكل عمود ضمن الاتجاه الحقيقي اللي هو كان موجود به. هو صار الاعتماد على المخطط الأصلي للجامع بحيث تصنيف الأعمدة وترقيمها. يعني هاي مثلا الإيست وول اللي هي الجانب الجدار الشرقي، على هذا الأساس وعلى مكاناتهم اللي تم العثور عليها تم ترقيم الأعمدة وتصنيفهم. حتى من نرجع نرجعهم ترجع كل عمود بمكانه الأصلي. إيش راح يصير عندنا إذا راح يصير إعادة بنائها من جديد؟ يعني إذا صار القرار وكمل نزيل القبة، راح نرتب التيجان، يعني التيجان الموجودة حاليا واللي كانت موجودة قبل التفجير هي بيها الآيات غير مرتبة. من صار الإعمار بال 47 1947 صار بيها شوية اختلافات، يعني خلوا أعمدة مكان أعمدة، التيجان مكان غير مكاناتها الأصلية، فصارت الآية مقطعة إلى أكثر من مكان. فإحنا إن شاء الله هاي فكرتنا أنه يرجع كل عمود بمكانه الأصلي حتى تكمل الآية، يرجع على الأصل اللي بالبداية البناء. دور اليونسكو بجميع المراحل اللي قمتم بها؟ دور اليونسكو بالنسبة للآثار والقطع الأثرية وأثرية الجامع وتاريخه ملقى على عاتق دائرة الآثار، ولكن اليونسكو كان بجانب الهندسي والتنسيق مع باقي الدوائر والتنسيق مع الخبراء المحليين وكذلك الدعم الكبير. ودولة الإمارات مشكورة بدعمها السخي لهذا المشروع، بالإضافة إلى كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة السريان الكاثوليك. اليونسكو دائما داعمين لنا وبتعاون مستمر من حيث توفير احتياجات. مشروع إحياء روح الموصل مشروع أطلقته اليونسكو لإعادة الحياة إلى المدينة القديمة من خلال إعادة مبانيها التراثية وإعمارها، وكذلك تحفيز المواطنين والسكان الأصليين من خلال مساعدات ومن خلال إعمار دورهم للعودة للمنطقة، لأن هاي المنطقة مثل الجنة بلا ناس ما تنداس ما ينعاش بها.
فكذلك هذه المنطقة إذا بدون سكانها الأصليين ما تعتبر ذات قيمة كبيرة. إيش الشيء اللي هي تعنينه بإعادة هذا الإعمار بعد دحر داعش؟ أعتبر هذا الإعمار هو رسالة لكل من تسول له نفسه ولجميع المجاميع الإرهابية ولجميع من يريد الضرب بالمدينة، أنه دائما الأمل موجود، العمل والدافع لإعادة ما تم تدميره بأبهى صورة وبأفضل صورة قبل التدمير، وإعادة روح المنطقة وروح المباني إلى ما كانت عليه. إيش تعني منارة الحدباء للمصلين؟ هوية. منارة الحدباء هي الهوية ومركز فخر لكل موصلاوي. أنا باعتباري أعتبرها الأم اللي تحط أبنائها حواليها داخل المدينة القديمة. كان فقدانها ضربة قاضية وضربة قوية للموصليين، ولكن عند بدء العمل بمشروع إحياء روح الموصل ومنحة الإمارات العربية المتحدة عاد الأمل للموصليين بإعادة رمزهم وهويتهم إلى موقعها الأصلي. هنالك دوافع قوية من جميع المصلين للمساعدة بإعادة هذا الرمز. أنا أعتبر أن المنارة الحدباء هي أهم معلم تراثي في مدينة الموصل حاليا وسابقا. هذا هو هويتنا بين الأمم. جامع النوري إيش يعني؟ جامع النوري هو مكمل للمنارة الحدباء، لا يعني ما بيناتهم عازل، دائما الجامع النوري والمنارة الحدباء، جامع النوري ونور الدين زنكي. طبيعة النقوش وطبيعة العمارة الذي كان فيه دل على شيء يدل على تراث امتد إلى آلاف السنين، تراث موصلي من حيث العمارة ومادة البناء اللي هي الفرش اللي نلاحظها بأي بيت مصلاوي. أي بيت هسه نقدر نفتر جميع البيوت نلاحظ الفرش المصلاوي، فهي امتداد للبيوت وامتداد لروح الموصلي بالبناء. وحتى من يجي للجامع يشعر انه ما طلع من بيته، يعني كلها تعتبر نطاق واحد.